بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي ساداتي، الفيديو دوت عن يوريلي الفرنسي. عام 1882 في بداية الاحتلال الانجليزي البريطاني على مصر، كانت بمصر جالية فرنسية كبيرة مكونة من عدة آلاف من الفرنسيين من فئات مختلفة، عمال وتجار ولاجئين سياسيين. واللاجئين السياسيين دول كانوا موظفين للحكومة المصرية. أوكتاف يوريلي دوت كان من أشهرهم. كان أوكتاف يوريلي من مواليد مارسيليا بجنوب فرنسا، اتولد 1849 من عائلة اعتادت السفر والترحال. أتى إلى مصر وهو عنده 30 سنة تقريبا بعد اتهامه في عملية فساد مالي. كانت مصر للعالم بلد الممكن، ويسهل فيها تكوين الثروات بسرعة. وصل أوكتاف في عهد الخديوي توفيق، وتم تعيينه 1879 بمرتب 25,000 فرنك، لأنه كان معاه شهادة في القانون. وعند نهاية عمله 1885 حصل على تعويض مالي ضخم، مما جعله أحد أعضاء الطبقة الثرية في مصر. عام 1882 صدرت مذكرة مشتركة ما بين فرنسا وانجلترا ضد وزير الحربية المصري أحمد عرابي، الحركة العرابية أو الثورة العرابية اللي احنا نعرفها، مما جعل الشعب المصري يلتف حوالين أحمد عرابي والجيش المصري. فقام الأسطول الإنجليزي بضرب الإسكندرية بالمدافع. لجأ الخديوي توفيق ساعتها في الوقت دوت للاحتماء أو للاختباء على سفن الأميرال سيمور قائد الأسطول الإنجليزي. كان أوكتاف صاحب جريدة فرنسية بتصدر في مصر اسمها البوسفور المصري. في الوقت دوت نشر في الوقائع المصرية قرار عزل أحمد عرابي، وكان ممثل الحكومة المصرية في المحاكمة بتاعت عرابي، واتهم عرابي بجرائم زي مخالفة الشرف وقتل الأبرياء أو حرق الأسكندرية. وكان الخديوي توفيق مؤيد للتوجه دوت. أصبح يوريلي الفرنسي صاحب أقوى جهاز إعلامي بملكيته للصحف، ويتضح من الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي أنه كان على صلة بالوكالة الفرنسية اللي احنا اللي دلوقتي بنقول عليها السفارة الفرنسية، وأنه قام بأدواره بالتنسيق مع أعضائها والمصلحته الخاصة أولا ومصلحة فرنسا طبعا، وثم المصلحة المحتل الأجنبي ضد البلد المضيفة لي اللي هي مصر. تحياتي أحمد فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.